لو فيك شيء. طب عامر في شيء؟ أبوي وأمي فيهم شيء؟ نوف أكلمك، نوف، نوف أكلمك يا نوف. نوف أبوي وأمي فيهم شيء؟ نوف، نوف أبوي وأمي إيش فيهم؟ نوف، نوف، نوف رد علي أكلمك. نوف، نوف أبوي وأمي إيش فيهم؟ نوف. عمري ابوي وامي فيهم شيء؟ عامر ادمك ورد علي. ابوي وامي راحوا للي ارحم مني ومنك. لا لا شوف يا صالح، أنا وعامر رايحين المستشفى عشان نخلص إجراءات الدفن. أنت خلك هنا في بيت عمك. سليمان واخته أكيد محتاجين أحد يكون معاهم. إن شاء الله. شد حيلك يلا. إن شاء الله. يلا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تعال للبيت.
يا الله انك تلطفين، يا الله انك تسلمهم. اللهم امين، اللهم امين. الله يرحمهم ويغفر لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجعت لمكان الحادثة أدور جوالي ما لقيته. قلت لهم عامر خيره ارجع للرياض. رجعنا للرياض وشرينا جوال وطلعنا شريحه بدل فاقد. ما دريت وصار فيني يوم ما عني غاب صوتك. ما دريت وصار فيني يوم ما عني غاب صوتك. راح تضمك صورة عندي، على الأقل أسمع سكوتك.